السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو فات احنا خدنا هذه الفلفلة من الأصيص الكبير وقلمنا جذورها وقلمناها من فوق وحطناها في هذه الأصيص، ومثل ما تذكرون يعني قلمناها بشكل كبير جدا وقطعنا الجذور وحطناها في هذه الأصيص وحطنا لها NPK إفراز بطيء. بعد مرور هذه الفترة الحين ما شاء الله النبتة ردت كبرت، فهذه كلها نمو بعد التقليم، وفي حتى هني كذا ثمرة هذه شوي كبيرة ما شاء الله، وفي غيرها. فالحين راح نعيد تقليم على أساس نزيد الكثافة ونبتدي نشتغل في التشكيل، لأن نموها سريع فما نبغيها تكبر وايد ونقلمها مرة ثانية بشكل يعني لما تصير المسافات بين الغدد تصير جدا طويلة، فاحنا نبغي النمو يكون كثيف فتصير كأنها يعني تاخذ شكل شجرة صغيرة في أصيص، يعني كأنها تكون شجرة قديمة أو كبيرة في أصيص، ولكن قاعدين نستخدم نبتة الفلفل. فرح أقلم منها شوي وراح أراويكم بعض الأشياء عن قرب على أساس أشرحها لكم. أول شيء راح أسويه راح أبتدي بتقليم النمو الجديد اللي هو مثل هذه اللي نشوف إنه صار طويل وعلى طول على فوق ينمو بشكل عمودي بشكل مستقيم ونمو جدا قوي. إحنا نتكلم هذه نمو كذا أسبوع فقط، يعني ما شاء الله يعني انطلقت النبتة وفيها ورود. الهدف منها حاليا مو بالتثمير، حاليا الهدف منها التشكيل حاليا. فاللي راح أسويه إنه مثلا عندي هذه الغصن عندي 1 2 3، فأنا دائما أبغي أقطع باتجاه ورقة تكون مشاهدة الخارج عشان أبغي النمو ينمو إلى الخارج، ما أبغيها تنمو على الداخل والتشابك النبتة. فدائما اتجاه الورقة لما نقطع فوقها النمو الجديد راح ينمو باتجاه الغدة هذه. فعندي هذه الغدة ممكن يكون اتجاهها مناسب، أقطع فوقها وأزيل هذه القطعة. عندي هني نفس الشيء هذه، عندي هذه هني في الأسفل ممكن أستغلها. هذه ما في شيء للخارج إلا هني، راح نشوف. هذه ممكن أقطعها ممكن أقطعها هني. هذه نفس الشيء، هذه راح اقطعها فوق شوي او ممكن هني او هني حتى. عندي هذه الغصن قاعد ينمو الى الداخل فممكن ازيله كليا لان ما ابغي اغصان تدخل على داخل والتشابك، فراح ازيله. الحين بعد ما قلمنا باقي الاغصان نلاحظ عندي هذه الغصن وهذه الغصن. هذه نموها شوي مو بعجبني لانه ما ابغي هذه الافتراق الرئيسي بالنسبه لي اللي هو هذه وهذه. هذه راح اخليه راح اشوف شو يصير معه اذا ممكن استغله في المستقبل، ولكن هذه مو بعجبني الصراحه لان ابغيها تحافظ على ميلانها بهذا الاتجاه، ما أبغيها ترجع تنمو بالاتجاه المعاكس. فاحتمال أنه راح أشيله بالكامل. وفي عندي أغصان ثانية تحت أيضا راح أزيلها، هذه كلها.
كلها راح أزيلها، بس أعتقد النبتة وشنو ممكن أسوي فيها. أعتقد إن هذه أحسن لو أزيلها. هذه مثل ما ذكرت لكم الثمر اللي فيها، وفيها واحدة ثانية بعد لاحظتها داخل. إيه كاهي هذه صغيرة شوي إذا تبين عندكم. هذه الأطراف اللي هني راح أسوي فيها شيء، إن كأنها تكون بدل ما تكون مقطوعة وأرد أقطعها، اللي راح أسوي راح إن أزيل الطبقة الخارجية وأقشرها كأن الغصن مكسور بشكل طبيعي. فأول شيء راح أسويه اللي هو راح أحدد الطول اللي أبغي أقشره بالسكين على أساس ما أزيل أكثر مما أحتاج. بعدين اللي راح اسويه اني راح بهذه الطريقة لما اهشم الغصن، انا قاعد ازيل الطبقة الخضراء اللي تستغلها النبتة على اساس تنقل العناصر والمواد داخل الساق. فراح ازيل هذه كلها وابتدي اقشر القصن نفسه. فاللي راح يصير في هذه القطعة ان هي راح لما تبتدي تجف راح تصير بيضة وتعطيها نوع الشكل ان هي نبتة شوي قديمة، وان الغصن انكسر بشكل طبيعي من العوامل الطبيعية. راح ارويكم بعد شيء ثاني، ان جذور النبتة بدأت تطلع من فتحات الأصيص على ان احنا حطينا نوع الشبك، ولكن راح ارويكم الفتحات وكيف ان الجذور بدأت تطلع. فمثل ما احنا شايفين هني في اسفل الاصيص الجذور بدأت فعلا تطلع من اسفل الاصيص، فمعناته نمو الجذور جدا قوي عندي والنبتة بصحة جيدة. راح اخليها، ما راح اسوي لها شيء، راح اخليها، لان الحين اللي سويناه ان احنا شوي خففنا من الحمل اللي فوق، فالنبتة شوي راح تركز على النمو اللي الجزء الأعلى من النبتة وما راح تركز على الجذور. أتوقع أن حتى هذه القطعة الثانية اللي قطعناها، القطع الأساسي ذي، راح أسوي له نفس الشيء، أشكله بهذه الطريقة، وراح نستمر. كل ما ترد تتفرع راح نرد نقلمها على أساس تصير بشكل كثيف أكثر وتكون بشكل شجرة كبيرة أو شجرة قديمة بحجم صغير في هذه الأصيص.